إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع آية من كتاب الله جامعة لكثير من حقائق ما يسمى بفقه الدعوة إلى الله جل وعلا، وبفقه السير إليه سبحانه وتعالى، هذه الآية هي خاتمة سورة الطور على ما نحن فيه من مدارسة القرآن الكريم، وذلك قوله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. كانت هذه الآية كما ذكرت خاتمة سورة الطور على ما بينا من حقائق الإيمان الكبرى في هذه السورة العظيمة المباركة. والسياق كما كان في أواخر هذه السورة كان قائما على الجدل بين الحق والباطل، وبين كشف الله جل وعلا الزيف الذي عليه الكفار من المردة والملاحدة والمنكرين لحقائق البعث والنشور، وكشف الخبايا النفسية التي تنطوي عليها مقاصدهم، ليلتفت بعد ذلك الحق الكريم سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى رسوله الكريم فيقول له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الحق حينما يتحققه بالعبد ويراه لا يكون إلا قضاء وقدرا من عند الله، لا يكون إلا قضاء وقدرا من عند الله، فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، ولذلك فهو سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من رسله ملائكة كانوا أو بشرا، ومن هداه الله تبعا للرسل من الناس، من هداه الله فإنما بإرادة الله وإنما بفضل الله وبمحض فضل الله ورحمته، لا منة لأحد عليه جل وعلا. ولذلك الرسالة حينما تنزل، وكذلك الهداية حينما تنزل بعبد، فإنما هي حكم الله، حكم الله. ولذلك يقول الله جل وعلا لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقضاء الله وقدره، حكم الله هاهنا أو حكم الرب إنما هو قضاؤه الذي قضاه، وإنما قضاؤه في هذا السياق الرسالة والوحي الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن والحكمة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والحكم يضاف في هذا السياق إلى ربه وليس إلى لفظ آخر مما يفيد المعنى على العموم المقصود، يعني لم يقل له اصبر لحكم الله، وإنما قال له اصبر لحكم ربك، للدلالة على أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، لأن الربوبية
من معانيها السيادة والهيمنة والتدبير المطلق الذي لا يدع لعبد بعد ذلك شيئا. ولذلك حينما يحمد الله يحمد بما هو جل وعلا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، المالك الملك لكل الكون، المهيمن عليه، السيادة المطلقة. فإنما أنت عبد لله جل وعلا، والحكم النازل عليك وجب أن تتلقاه أنه من ربك، فأنت مربوب، فأنت عبد، أنت عبد، لا حول لك ولا قوة. فهذا الحكم، هذا القضاء النازل من عند الله جل وعلا، إنما هو قضاء قضاه الله جل وعلا وتنزل عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لك إلا أن تستجيب، ليس لك إلا أن تستجيب، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومن معاني الربوبية مطلقا وفي هذا السياق خاصة التربية والعناية، العناية، واصبر لحكم ربك الذي هو يعتني بك، لأن الرب من رب الشيء يربه، أي نماه ورباه واعتنى به. فالله جل وعلا إذ قضى أن تكون رسولا لم يهملك سبحانه، لم يهملك سبحانه وتعالى، وإنما هو جل وعلا سيرعاك وسيكلأك، ولذلك فهو ربك، ملاك اللي خلقك راه مقابلك، فهو سبحانه وتعالى يرعاك، الرعاية والعناية. وكل هذه المعاني ترجع إلى معنى الربوبية مطلقا، ولها حضور خاص في هذا السياق. ولذلك قال بعد مباشرة فإنك بأعيننا سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني، كما قال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم، فإنك بأعيننا، أي إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام مكلوء بعين الله جل وعلا، مرعي سبحانه وتعالى من جانبه ومن لدنه، محفوظ بإذنه وبحفظه وبسر اسمه جل وعلا، أنت محفوظ، لن يصل إليك شيء، لن تضل ولن تزل ولن يقع لك شيء، فإنك بأعيننا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عند الله جل وعلا بمنزلة من أعلى المنازل في مراتب العبودية، أو العبدية بالأحرى، في مراتب العبدية. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين والأنبياء مطلقا، فهو سيد الخلق أجمعين، وبذلك نال الدرجة الرفيعة. ودرجته الرفيعة إنما هو بما كان أعبد لله وأتقى لله وأخشى لله، فنال ولاية الله الكبرى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فإنك بأعيننا. ما ينبغي لك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تضيق ذرعا بهذه الأمانة وبهذه الرسالة، وإنما وجب أن تصبر على ثقلها وعلى أمانتها وعلى حملها، لأنها قضاء الله، ولأنها تتضمن معاني الرحمة، ليست عذابا ولا شقاء، حاشا كلا، بل هي رحمة من الله جل وعلا، رحمة. فإنك بأعيننا. ويؤخذ من هذا لنا نحن في زماننا هذا وفي بيئتنا هذه وفي مرحلتنا التاريخية هذه، أن العبد الذي تجرد لله جل وعلا دعوة وحملا لأمانة تجديد الدين والدعوة إليه والانخراط الكلي في مسيرة الصلاح والإصلاح، وهذا أمر واجب على كل الناس، كل المسلمين، أن يصبروا لحكم الله جل وعلا، اصبر لحكم ربك. فهو بالتبع يؤخذ منه كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، واصبر يا محمد لحكم ربك، ويؤخذ منه أيضا كل من سلك مسلك محمد عليه الصلاة والسلام بحمل رسالة تجديد الدين في نفسه وفيما حوله، فإنك بأعيننا.
فإنك بأعيننا، مما يدل دلالة قاطعة على أن الدعوة إلى الله جل وعلا إذا غرست غرسا مخلصا لله تولاها الله بعنايته. ولذلك قلت في بداية الكلام هذه آية جامعة في فقه الدعوة، كل أمر من الصلاح والإصلاح وتجديد الدين وكل أمر ذي بال بصفة عامة من أمور الخير، من أمور الخير يعني أي أمر، ولو كان في التجارات والمعاملات وسائر أعمال الدنيا، إذا بني على قصد التعبد مخلصا لله وصاحبه فيه كان مخلصا لله فالله يتولاه ويرعاه، ويكون ذلك العمل بعين الله، ويكون كذلك صاحبه ما لم يخن وما لم يخرم أصل وضع العمل لله جل وعلا. فإذا كان في أمور الدعوة فهو من باب أولى وأحرى. ولذلك يتساءل كثير من الناس لماذا لم تنجح الحركة الفلانية في بناء وتجديد الدين، لماذا لم تنجح الجماعة الفلانية وقد بدأت منذ 50 عاما أو 30 عاما أو 20 عاما أو 60 عاما أو قرنا أو منذ قرن من الزمان، لم تفلح، لم تصل، لم تفعل، لم لم لم. كل ذلك يرجع إلى أنفس أصحابها، إلى حمال تلك الأمانات بصريح القرآن الكريم. فلذلك المشكلة تتعلق بهل، تتعلق بهل هذه الدعوة، هذه الجماعة، هذه الأمة، هذه الدولة لتكن ما شاءت، هل تولاها الله جل وعلا وكلأها بعينه أم لا؟ إذا استطاعت أن تحصل هذا المعنى ونالت شرف هذه الرتبة رحمة من الله جل وعلا ونعمة وكانت بعين الله، فقطعا ستصل غايتها. فأي خلل إذن يقع في الطريق ويحرم الناس من الوصول في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، فمرجعه إلى خلل وقع أساسا في قصد التعبد الواقع أو المتضمن في نيات أصحابها. وحديث الهجرة ليس عنا ببعيد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أنت هل حققت فعلا النسبة إلى الله فاتخذته فعلا ربا وتوجهت إليه بما أنت عبد له، كما في حديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الحديث. إذا حققت النسبة بين العبدية أنا عبدك وبين الربوبية فذلك هو توحيد الألوهية، لأنك آنئذ إذ اعتبرت الله جل وعلا ربا لك، هو المالك والخالق، هو كل فضل عليك منه وحده، ثم قلت أو اعتقدت ووقعت عملك ونيتك على أنك أنت عبد الله وأنا عبدك، فذلك إذن أنك توجه كل أمرك له رغبا ورهبا، فذلك توحيد الألوهية كما سماه العلماء. فالصبر لحكم الله جل وعلا واعتبار أن الأمر إنما يسير بإذن الله وبأمر الله، وأن نجاح الدعوة ونجاح الدين دين الناس إنما هو رهين بإرادة الله وبأمر الله. اصبر لحكم ربك، يجب أن تستجيب لطاعة الله وأن تقرأ الأمارات والعلامات والإشارات التي تأتي من عند الله جل وعلا، متى يأذن بهذا الفعل ومتى لا يأذن، وتستخير وتستشير وترجع في كل أمرك لله حقا، لا إلى أهوائك، لا إلى نفسك، لا إلى الرياء والتسميع، تريد أن يسمع الناس أنك صنعت وفعلت، وتعرف بأن إنجاز مثلا الخطوة الفلانية أو الفعل الفلاني
من شأنه أن يربك الدعوة أو أن يحقق بعض المفاسد، لكن بما هو يربي شهوة في نفسك غادي يحقق لك واحد السمعة، واحد الشهرة مثلا، فيعجبك أن تبادر إليه وأن تسابق إليه، فأنت إنما تخدم نفسك ولا تخدم دين الله جل وعلا، وأنت إنما تعبد نفسك وأهواءها ولا تخلص لله جل وعلا، أنت مسمع إذن. والمسمع في هذا السياق هو الذي يرائي بعمله ويقصد أن يسمع، أن يسمع الناس عنه ذلك، يعني عجب الحال يسمع الناس فلان أحسن الخطبة الفلانية ودرج الجبد صريح الصحفي الفلاني وجاءت الكاميرات إلى وجهه وتزحمت الصحافة على مكتبه وكذا وكذا، هذه وثنية خفية، ما كان الله ليبارك في مثل هذا العمل أبدا. هل أنت مع الله أم مع أهوائك؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أن تحصل على هذه الرتبة الربانية هذا منزلة إيمانية عالية، أن تكون بعين الله، لا يكون ذلك لعبد إلا إذا تجرد تجردا كاملا من أهوائه ويصير لله وحده وبه وحده، لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا ولا ينجز شيئا في طريق الدعوة إلى الله إلا ما ظن أو علم أنه يرضي الله جل وعلا ويخدم الدين حقيقة، لا حظ لنفسه من ذلك الشيء، لا يراعي شيئا من حظوظ نفسه ولا من أهوائه، هذا تحقيق باطن، هذه خدمة مع النفس. لا يستطيع أحد أن يحاسب أحدا على مثل هذه المعاني، ولكن الذي يريد الله حقا ويريد الله صدقا يدخل في محاسبة مع نفسه ويضع نفسه على طاولة التشريح، يشرحها تشريحا، هذه مقاصدك أيتها النفس، فلنحققها مقصدا مقصدا، ماذا منها لله وماذا منها لي، فما كان لله فذلك هو السبيل إلى تحقيق فإنك بأعيننا، وما كان منها لي فوجب تهذيبه وتشذيبه وقطعه بمقاريض التوبة، وإلا تبرأ الله من عملك ووكلك إلى نفسك، وضرب السنوات سنة مر سنة واحلم بالأحلام سيقع كذا وسننجز كذا، فإنه لن يكون شيء، لن يكون إلا ما كون الله جل وعلا. ودونك الحركات الدعوة في العالم قرون هذه ويجري، وحينما يدخل أصحابها الهوى يتخلى عنها مولاها، يتخلى عنها الله جل وعلا، وتفقد منزلة الولاية وتفقد منزلة الرعاية عند الله جل وعلا، ثم توكل آنئذ إلى نفسها وإلى البلاء العظيم، وتلك مصيبة كبرى. فالعبد إذن إذا أراد فعلا أن ينطلق في عمل الخير، لبغي تكون خير وتعمل الخير لنفسك ولغيرك، وهذا واجب الوقت في هذا الزمن، ووجب أن تحقق هذا المنطلق، ما تخطو الخطوة الأولى حتى تتأكد من أن أول خطواتك فعلا في وجهة الله جل وعلا، إلى الله لا إلى غيره، لا إلى نفسك ولا إلى هوى ولا إلى أي شيء، لا تقصد سمعة ولا شهرة ولا أن يقال عنك، ولا أن تحقق رغبة خفية في علاج النفس من آثار الظلم الاجتماعي، ولا أن تنتقم لها من الكبرياء العالمي والطغيان السياسي. أنا أشرح هذا الكلام، شحال من واحد مثلا كتعرض عليه الجماعات الدعوية الموجودة في الساحة، جماعة الفلانية والعلانية وكذا وكذا، كان اختار أنا ديك اللي عندها العضلة مجهدين مشي ندخل فيها. من الأمراض النفسية التي تقع لدى كثير من الشباب، هذه أمراض نفسية وجب أن نعالج أنفسنا منها، لأنها تخرم الدين وتحلقه. أنني كنمشي نخدم مع القوي ماشي لأنني أظن أنه على صواب، ما عنديش غرض بهذا الشيء ولا أحققه ولا أبحث عنه، ولكن فقط لأنه كان عاني واحد القهرة اجتماعية وظلم سياسي عالمي، كندخل إذا لواحد الجماعة قوية ولا واحد الهيئة قوية باش كنحس براسي يعني راني محمي، أو بلغة أخرى يعني أحقق تلك أو ذلك الشعور، ذلك الشعور بالنقص،
أحقق نوعا من الانتقام لنفسي، نوع من العلاج الباطن النفسي لا شعوري، كندير لنفسي باش كنحسسها بأنها ليست من أولئك المهضومين وليست من أولئك المستضعفين الأذلين، بل أنا أفعل وأفعل 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 وأفعل، لأن هذه الجهة وهذه المؤسسة أو هذه الجماعة أو هذه الهيئة تقول وتصرح وتمارس هذه أيضا وثنية خفية. هل أنت فعلا تريد الدعوة بما يريدها الله جل وعلا، لا لتنتقم لنفسك، أو أنك يعني إنما دخلت هذا العمل أو هذه الدعوة أو هذا التدين لتكون عبدا لله؟ ربي كي ما بغى يشوفك يشوفك، مش أنت كي ما بغيت تشوف نفسك. فإذا أنت تختار لنفسك في سياق الدين فأنت إله نفسك، بل الله يختار لك إن كنت عبدا حقا، الله يختار لك إن كنت عبدا حقا. وهذا محمد عليه الصلاة والسلام وقعت عليه الرسالة قضاء وقدر فخضع وأسلم لله، كما قال إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم أي اخضع واخنع، قال أسلمت لرب العالمين واصبر لحكم ربك، هذا قضاء نزل بك، هذا أمر الله، الرسالة أو الهداية أمر الله نزل بك فهي نعمة، ووجب أن تسلم لله. فحينما نزلت عليه اقرأ عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه فزع واضطرب، وحينما سكن قلبه إلى أنه الوحي جعل يقوم الليل لا يفطر ويقول لزوجه رضي الله عنها وأرضاها أفلا أكون عبدا شكورا، وقام قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. هذه العبودية لمن أراد أن يتأسى، الميزان ما ضيع شيء ما تلف، وكل الأهواء تضله وتضيعه، اللي بغى فعلا الطريق منين وصل الله واضحة جدا، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته بما هي ترجمان واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لكتاب الله القرآن الكريم. سيرة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترجمان واضح للقرآن الكريم، كان خلقه القرآن، ما تحتاج لا اللي يقرك ولا اللي يعلمك، لأن الأمور الكبيرة في الدعوة ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، هي من المعلوم من الدين بالضرورة وواضحة واضحة، إلا من أعمى الله قلبه وبصيرته بسبب ما يكمن في النفس من الهوى. راه بعض الحين كيقول الحق راه هو ممكن ما عنديش به الغرض، لأن ما جاينيش على الطريق اللي عجباني وجايني على قانتي. إذا شنو اللي جايني على قانتي؟ جايني على قانتي نحس بواحد اللذة وواحد المتعة وأنا أمارس العمل الديني، ليست متعة التعبد، يا ليتها كانت كذلك، ولكن إما متعة التشفي، متعة الانتقام، متعة المواجهة، متعة تحسيس النفس بالكبرياء، واحد الشكل لا إرادي أو لا شعوري بالأحرى نسميه، ماشي لا إرادي، لا شعوري. بعض الأحيان ما يصيغش الخبر لراسو فين غادي وفين واقع، وهو على عماية وضلالة. وكتاب الله تعالى يعصم العبد الذي يريده حقا، ولذلك يعني صدوقك القول يا أخي الكريم، إذا صدقت الله فإن الله يهديك، ما تخافش، حقق لي غير واحد الحاجة، غير أنت صدق الله في الطلب، تريد الله، وخا يعني وقع لك اضطراب أو حيرة أو كذا، فإن الله سيلهمك الصواب. وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال علماء التفسير جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، وانت غير تقتل مع الأهواء ديالك، قلعها من الطريق، وربي سيتولاك، أنا إذي سيعلمك، سيوضح لك السبيل التي تسلك بها إليه. ولكن الأهواء مازال ما منقياش، ما توصلش إطلاقا، ما توصلش إلا أن يشاء الله بك خيرا. ولهذا القرآن واضح جدا في ضبط مناهج أو بالأحرى منهاج السير إلى الله، المنهاج النبوي القرآني الواضح معالمه كرابعة أو كالشمس في رابعة النهار، لا اضطراب فيها ولا اعوجاج. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا،
فإذا كان الغرس لله، إذا كان الغرس لله، غرست الغرس لله في نفسك وفيما حولك، فهي الله جل وعلا يتولاها. أنت راك غير خدام عند مولانا سبحانه وتعالى، هذه هي العبودية. ما أنت إلا عبد، أنت خدام، ليس لك من الأمر شيء. مولاها قبلها، ما تبقاش تفهم على مولاك اللي خلقك وتفهم على الناس احنا درنا وكان ديرو وغادي نديرو، ليس لك من الأمر شيء. فإنك أنت ودعوتك واللي بمدن اللي معك، فإنك بأعيننا. فإذا كانت الغرسة التي غرست لله فدعها لله، إذن ما ترضاش ديالك خليها لله. فأن تنسب الشيء إلى نفسك أفسدت عملك وأحبطته وأبطلته. وقد قال من قبل جل وعلا لرسوله الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، هدعوا قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. عنده يعجبك راسك المن، يمنون عليك أن اسلموا. يجيو سيدنا محمد واش هدر لك، احنا سلمنا وجبنا وجبنا، يمنون عليك أن اسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا تمنن تستكثر، أي تستكثر عملك، تستكثر عملك، يعني أنجزت كذا ودرت كذا وحققت كذا ودرنا المؤسسة الفلانية له وبنينا البناية هنالك. ولا تمن، مع من كتكلم؟ إما أنك تذكر ذلك للناس فأنت أنا إذين تعبد الناس، تريد أن يقال عنك فقد قيل، ديت الأجر ديالك في الدنيا فلا أجر لك في الآخرة. وإما أنك تفخم على ربك اللي خلقك، وهذه مصيبة أكبر. ولا تمنون تستكثر، في سياق الدعوة لا يفلح أحد لم يخلص الأمر لله، لأن الدعوة أمرها خطير. علاش؟ لأنها عبادة محضة، إيه لا مسجد فيها العبد المولاه اللي خلقه السجود التام، فإن الله جل وعلا لا يلتفت إليه، مديش فيه سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ربك يقولك واش جاي ليا كامل ولا جاي منك غير طرف؟ جاي منك طرف ومخلي طرف جاء أخرى، سير الله إني كامل. لا يريد العبد إلا كاملا، وهذا معنى العبودية، هذا معنى العبودية. والدعوة إلى الله لا تستقيم إلا بهذا المنهاج، لا تستقيم إلا بهذا المنهاج، وهي التبرؤ من كل حول وقوة. في زمن سابق، في واحد المرحلة تاريخية من العصر الحديث، كانت واحد الجماعة إسلامية في بلد عربي، واحد الدولة أخرى، ووقع فيها شنآن وصداع واضطراب ومواجهات شديدة. فذهب بعض أهل العلم وأهل الخير ينصحون بعض قادتها، يقولوا ما سيدنا ردوا البال، راه الزمان صعيب والأخطار وراكم ماشي بوحدكم في الدنيا، راه العالم كبير وفيه مصالح وفيه لوبيات عالمية وفيه 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 وفيه. شنو جاوبوا هذيك؟ قال له لا ما تخافش علينا، نحن، قال له نحن جماعة قوية. صافي، هذا دل على انخرام القصد وحبوط العمل. والله يا أخي الكريم ما دازت سنة واحدة على هذا الأمر حتى لم يبقى منهم أحد على وجه الأرض، تفرقوا أيدي سبا، جاب لها الله تعالى عاصفة شتتتها في العالم، في العالم كلهم مشتتين، كما جعل الله جل وعلا، كما فعل الله بأصحاب سبا حينما أرسل عليهم سد العرين، يعذروا الدعوة والإسلام وكذا إلى آخره، ولكن المقاصد فسدت، يعني صار الاعتناء بالذات، نحن جماعة قوية وما تنزل بهم القاصمة. هذه الأمور لا تكون هكذا عبثا. الله عز وجل اتخذهم أولياء أو لا، فما كان الله جل وعلا ليجلي عباده الصالحين، ما كان الله جل وعلا ليشتت الشمل الأولياء، بل يجمعهم ويوحدهم على الخير. فلذلك وكل واخذ ثم جمع قوية، يلا ورني حنت يديكم، فوكلوا من أنفسهم وسلط عليهم عدوهم بذنوبهم وبما أساءوا القصد في سيرهم، وتشتتات، ما بقى غير خبر كان في هذه الحركة الإسلامية في تلك البلاد، والله ما بقى فيهم إلا خبر كان. وهذا تكرر في غير ما موقع، ماشي دولة ولا جوج هادشي وقع فيها، في غير ما موقع، ولكن أنا حكيت نازلة وقعت بالفعل في بلد عربي. أمر الدعوة خطير،
منين الخطورة؟ لأنه فيه الخدمة مع الله الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. طفل. فإذا تأسس على أساس من التقوى فالله ولي فإنك بأعيننا. ربي غادي قبل الشغل من الأول حتى الآخر، هو مدير جل وعلا، هو مدير المعركة ماشي أنت، تغي جندي تغي جندي. وما شأن الجندي؟ الالتزام كيعطي السلام لا أقل ولا أكثر، وينفذ الأمر كما نزل، ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الأمثال. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأنت حققت الجندية بهذه الإضافة، وإن جند مضاف، نا مضاف إليه. واش حققت الإضافة؟ لأن ما فائدة الإضافة في العربية؟ فائدتها الاختصاص. جندي ديال من ديال الله، خاص بالله، الجنود الخاصين ديال الله، ليس لهم من الأمر شيء. يعني هو ما كيقلبش على مصلحته يقضيها، وخاصه يوصل لهذا المنصب ويشد هذه الحواله بهذا الثمن ويبدل الوضعيه الاجتماعيه ديالو، لا يراعي من ذلك شيئا اطلاقا، كيراعي غير ارضاء الله لا اقل ولا اكثر. استجيبوا لامر الله متى امر وكما امر وبما امر. وان جندنا، النون ديال التوكيد واللام ديال التوكيد، لهم الغالبون. الى ما غلبوش في المشكلة ما حققوا الجندية لله، وإلا ما يمكنش. القرآن واضح قاطع، إنهم لهم المنصورون هؤلاء الرسل، وإن جندنا ليدخل كل داع إلى الله تبع الرسل إلى يوم القيامة، لهم الغالبون. فإذا غلبوا في المشكل وقع في الجندية لم تكن كاملة. وقد علمتم ما وقع لرسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، ما وقع له مع أصحابه، وما أدراك ما أصحابه يوم أحد، حينما وقع الخلل الصغير الجزئي وقد نزل أهل جبل الرماة من الجبل لالتقاط الغنائم، فكان الدرس القاسي البليغ هزيمة، وصل فيها الأذى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ب جرحه في رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسر ضرس من أضراسه بأبي وأمه هو عليه الصلاة والسلام، بما جره بعض أصحابه، بما جره بعض أصحابه. ولذلك قال الله لهم: قل هو من عند أنفسكم. القصة ديال جبل الرماة لا تزال تتكرر إلى اليوم، ما زال خدام لدابا. معركة أحد لمن غابت عنه القصة، اللي كانت المعركة اللي انهزموا فيها المسلمين في يوم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتصروا في معارك شتى. فهذه المعركة بغيبين اليوم ربي بالله ماشي كتنتصروا بدرعكم، راه كتنتصروا بإخلاصكم لله، كما وقع في معركة حنين أيضا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، نحن جماعة قوية، إذ أعجبتكم كثرتكم. في أحد النبي صلى الله عليه وسلم خطط المعركة وقاد الأمور، ها الميمنة ها الميسرة ها المقدمة ها الهجوم هكذا إلى آخره، خطط المعركة بما ألهمه الله وعلمه. وكاين قدام جبل أحد الجهة الأخرى جبل صغير اللي مشى للمدينة ديال المدينة المنورة في زيارة، يعرف هذا الشكل هذا الخريطة وهذا التضاريس. في الدار كاين واحد الجبل كدية صغيرة مقابلة لجبل أحد كيسميه جبل الرماة، كدية صغيرة. قال له واحد المجموعة من الصحابة أصحاب الرماح يضربوا بالنبل الرماح، قال لهم انتم طلعوا لتما احموا ظهورنا، انتم غير حضرونا من اللور، ماشي يجي شي واحد من اللور، ما تدخلوش في المعركة ويوقع اللي بغى يوقع، واخا تشوفوا السباع أو الطير تتخطفونا ما تنزلوش، بقى تما. فالتزم كل فريق بموقعه وبدأت المعركة. كان في ديك اللحظة خالد بن الوليد لم يسلم، أو لما يسلم مازال ما سلمش في ديك المعركة، مازال مع المشركين. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبقري في الجيش، جنرال عسكري، ولذلك من اللي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قيادة الجيش الإسلامي حطه في موضعه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه شاف المعركة وشاف الإدارة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، شافها معركة خاسرة بالنسبة له، يعني معركة خاسرة، المشركين خاسرينها 100%. النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بناء المعركة،
فخالد بن الوليد رجل خبير، يعني ماشي بحال الاخرين، خبير كيعرف الخدمه ديال الجيش ويخدم هذه المعركه، لانه رجل حرب من اللي حل عينيه هو رجل حرب، الى ان مات رضي الله عنه وارضاه. يعني صحيح يعني عمر بن الخطاب يعني اقاله بعد ذلك، ولكن يعني حياته كلها جهاد رضي الله عنه وارضاه. فلما شاف الخطه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ادرك بانه لا يعني لا امل في الانتصار على الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى صحبه وعلى جيشه، ولكن قال كاين واحد الاحتمال، وهو الى هذوك اللي على جبل الرومات غلطوا، الى غلطوا، فاذا غلطوا غادي نقضي عليهم، ما غلطوش ما كاين انتصار. شنو دار؟ هز واحد المجموعه من الجيش صغيره كما نقولوا بالتعبير ديالهم كوموندو، يعني واحد الكوموندوز، واحد يعني فرقه صغيره هو القائد ديالهم، واعزلهم لهيه بوحدهم، ما دخلوش للمعركه مع الكفار، بقاو جالسين كيتسنى هذيك الغلطه. فاذا به فعلا دازت دقائق من المعركه والمسلمين ربي عطاهم النصر، بداو يغلبوا في الكفار، الكفار كيرجعوا للدور ويتركون اسلحتهم وخيولهم وحيليهم، وبقات الغنائم كتطيح في الارض. فالصحابه اللي كيقتلوا اللي كيلقوا قدامه شي حاجه كيجمع الغنيمه، من بعد كتفرق الغنائم بقواعدها كما في سوره الانفال وغيرها. فهذوك اللي جبل الرماد جاهم الشيطان قالوا صافي انتصرنا والناس كيجمعوا الغنيمه، وحتى حنا نهبطوا نجمعوا حقنا، حنا دخلنا في حقنا، حظ نفسي. فنزلوا من الجبل، فخالد بن الوليد راى الثغره وقعت والتف حول الجبل، دار من اللور وطلع جبل الرومات ونزل على المسلمين من الظهر، فارتبك امر المسلمين، يعني العدو من قدام والعدو من اللور تلفوا، مع انهم ظنين بانهم محميين من الظهر، فهزموا هزيمه شديده وقع فيها ما وقع، حتى ظن ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قد قتل عليه الصلاة والسلام. وتم ندى أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أكثر من 70 صحابي أو حوالي 70 صحابي من المهاجرين قتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام آنئذ. يعني خيرة الصحابة تقتلوا في ذاك النهار، وعلى رأسهم حمزة عمه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك السياق قال بعده: أما حمزة فلا بواكي له، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. درس بليغ. مازال الآن الناس كيجريوا للغنائم في الدعوة، أبدا لا يفلحون، أبدا لا يفلحون، لأن الله تعالى أمر الدعوة كيبغيه كامل، ما تجيبليش طرف ليا وطرف لربي أبدا، واصبر لحكم ربك، ما كاينش شي حاجة ديالك. فإنك بأعيننا، ولتعالج آثام النفس وخطاياها ولتزكيها، لأن هذه واحد المرتبة عالية باش تصبر عليها، وجب عليك أن تتوجه إلى الله بالذكر والعبادة والصلاة والقيام، وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذا الشيء بجا هذا التعبير بعد ذلك مباشرة، لأن منزلة إيمانية عالية. اليوم وغدا كتشوف الغنائم وما تمشيش، صعيب عليك، إيه صعيب عليا وعليك. فلذلك تحتاج لواحد قوة إيمانية تثبتك في طريق الدعوة لتكون مخلصا، لأن من غير الإخلاص ما كاين خدمة، ما كاين وصول، ما كاين نصر. وإن جندنا لهم الغالبون، جندي لله، جندنا، ما كاينش جندنا فليس هنالك غلبة، أتبقى دائما تحت ظلم الظالمين وسحق الطاغين للمسلمين في العالم مع الأسف الشديد بما ظلم المسلمون أنفسهم. فلذلك المؤمن محتاج في سياق دعوته وفي سياق دينه وفي سياق تدينه وفي سياق الصبر على فتن هذا الزمان، نحتاج إلى أوراد يومية من الصلاة على رأسها الفرائض، لأن الله تعالى قال له سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني مطلقا ماشي غير قيام الليل، شحال واحد يعني يبان له قيام، لا، الصلوات كلها، يعني الفرائض والنوافل، لأن العبد حين يقوم يقوم في الصبح وفي الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الليل، كل ذلك قيام. لكن صحيح أنه القيام بالدلالة الخاصة يدل على قيام الليل. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، في جوف الليل وبعد الفجر وإدبار النجوم، أي حينما تدبر النجوم هو الفجر عينه، الله أكبر. فالتسبيح بحمد الرب جل وعلا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، التسبيح بحمد الرب
فيه أمران كبيران، يعني وحقيقة أمور كثيرة جدا من فقه العبادة، لكن ها هنالك أمران واضحان في هذا السياق بشكل خاص. فالتسبيح تنزيه لله، وسبح بحمد ربك، وكونه بحمد الله جل وعلا فيه التبرؤ من كل مدح للنفس، لأن الحمد آنئذ كله لله. فإذن هؤلاء غرضان قد تحققا وبهما تمت العبودية لله. تسبح الله، تنزهه سبحانه من أن يكون له شريك، لأنه التسبيح يأتي في سياق التوحيد والإخلاص، فهذا السياق يجي التوحيد، التسبيح أقول، لأن التسبيح تنزيه لله عز وجل، كيجي حينما يذكر الشرك فيسبح الله جل وعلا، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كل هذه السياقات من تسبيح كتاب الله تريد في موريد ذكر المشركين، يكون من قبل تذكر المشركين. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، كتحيد الشرك من الطريق. فحينما تسبح الله تعالى فأي شرك ذكر في هذا السياق؟ هذاك الشرك الخفي اللي عندك انت في نفسك، أن تجعل شيئا من أمر الدعوة والدين لنفسك. فسبح بحمد ربك، رد بالك، إياك أن يقع في قلبك شيء من المن والاستكثار ومراعاة حظوظ النفس ومراعاة التسميع. يعجبك يشوف الناس اش قالوا فيك في أمر الدعوة وأمر الكلام في هذا الشأن، وسبح بحمد ربك. وحينما تجعل التسبيح بحمد الله، لأنه جل وعلا يستحق الحمد، كل ذكره، كل تسبيحه، كل تنزيهه بما استحق جل وعلا من كمال أسمائه وجمال صفاته وجلال عظمته وكبريائه، سبحانه سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة. علاش كنسبح الله؟ كنسبحوه أي كنزهوه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد له الأسماء الحسنى، يعني الكمال والجمال والجلال والنور التام إنما هو لله ولله وحده دون سواه. فهو يستحق منا ذلك، يستحق منا الحمد، يستحق منا التسبيح، يستحق منا الذكر، يستحق منا إخلاص العبادة، لأنه جل وعلا بذاته جل وعلا وبما أعطى سبحانه وتعالى له الجلال وله الجمال. فسبح، وسبح بحمد ربك حين تقوم، فرغ أوقات على مدار الفلك. وهذه مسألة أخرى في فقه الدعوة إلى الله وفقه السير إلى الله، على مدار الفلك حين تقوم ومن الليل، ومعروف يعني القيام في الصلوات هو عبر مواقيت الصلوات الخمس، مواقيت النوافل من نوافل الليل ونوافل النهار. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل، من ديال التبعيضية، أي ومن بعض الليل ومن طرف من الليل ومن جزء من الليل، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذا التعبير يوحي بالحركة ديال الفلك، فكأنك أيها العبد قمر في فلك الله، ولله المثل الأعلى. هل أنت واحد القمر كالدور في الفلك اللي دارك ربي فيه، لا تخرج عنه، القمر والأرض والنجوم والكواكب السيارة كلها الله جل وعلا سخرها في أفلاكها تدور، وكل في فلك يسبحون، يعني لا أحد يصطدم بأحد ولا شيء يخرج عن فلكه، لأن الخروج عن الفلك يعني الفوضى، والفوضى يعني الاصطدام والخراب ديال العالم. ولكن الله عز وجل جعل ذلك على نظام موقت إلى حين، وأنت من هذا العالم تدور في فلكك. فلكك أيها العبد هو مواقيت الصلة بالله، مواقيت الوصال، مواقيت الصلوات والأذكار والقيام. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي في اللحظات اللي عندك فيها محطات كتتصل فيها بالله سبحانه وتعالى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني هذا اللفظ ديال الإدبار يعني يعطيك الليل فيه يعني مشهد الظلمة، وعود يعني المشهد ديال غياب الظلمة وحركة مغادرة النجوم. النجوم كيقرطوا الطريق يقولوا السلام عليكم، مشينا احنا غاديين لموضعنا الذي جعلنا الله فيه، يعني المقصود يعني حركة الفلك وإدبار النجوم، كأنك ترى النجوم تغادر مواقعها إلى مواقع أخرى،
وطبعا يعني هو المشهد ديال الارض فهي التي تدور حول نفسها وحال الشمس، ولكن المشهد عجيب جدا يصوره لنا القران الكريم ليبين العبد انك ايها العبد يجب ان تكون بين يدي ربك على المواقع والمواقيت التي وقتها لك بمدار الفلك من مواقيت العبادات لتكون عبدا حقا. من لي يقول لك هذه وقتك خصك تكون حاضر، ما تكونش غايب. فإذا حضرت في الوقت وقت الصلاة أو وقت الصلاة حضرت في الوقت أعني وقت الصلاة فقد حضرت، وإذا غبت غاب عنك الخير كله. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني يوميا أنت مع الله جل وعلا تنزه وتسبح، وفي سياق ذلك لأنك حين تسبح بالحمد تتبرع كالطهر كتغسل نفسك من الشبه التي تقع بقلبك، من الخواطر الشيطانية التي تخترم وجدانك، من كل شيء يلبس عليك إخلاصك. وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك، دائما وجه الفضل وجه النعمة وجه الخير وجه الشكر وجه الحمد لله لله لله، لا تبغي عنه سوى أحدا سواه ولا تبغي عنه حوالا، الله وحده. وسبح بحمد ربك الليل والنهار على مدار الفلك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم لتحقق المنزلة السابقة. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أن تكون بأعين الله جل وعلا، أن تكون على وحيه، أن تصنع على وحيه، أن تحقق شرف نيل الرعاية الربانية، نيل العناية الإلهية، نيل النسبة إلى الله ولاية، نيل النسبة إلى الله ولاية. هذا أمر عظيم لا يتحقق إلا بكمال التجرد. ما تخلي لنفسك والو. ماذا تركت؟ قال لأبي بكر. ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. جاي لله كامل، ما مخلي في الدار والو. فإذا جئت إلى الله كاملا تولاك الله جل وعلا كاملا، تهوى سبحانه وتعالى ما يخلي منك تطرف، ياخذك كامل. فأنت آنئذ على أكمل ما تكون الولاية في بني آدم ممن كان جنديا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.